لكم اخواني الكرام، مرحبا بكم على قناتكم ريمونتادا. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، وكنتمنى انكم تكونوا بصحه جيده ان شاء الله. اذا كما شفنا اشرف حكيمي اليوم كيخرج مطرود في مباراه باريس سان جيرمان ضد مارسيليا. الصراحه المغاربه هاد الايام اللي تابعوا من الناس كما شفنا البارح جمال بن صديق الطريقه اللي خسر بها ضد ريكو هيرهوفر، وكنشوفوا اليوم حكيمي ايضا كيفاش خرج بالضرب والمعاناه اللي كيعانيها ايضا حكيم زياج رفقه تشيلسي والمنتخب الوطني المغربي. المهم الخوت نتفائلوا بالخير ونتمنوا اللاعبين اللي كينشطوا في الدول الاوروبيه على الرياضات الفرديه ولا الجماعيه انهم يحاولوا يرجعوا ديك الطاقه اللي كنا كنشوفوا فيهم، نشوفوهم في احسن المستويات الكبرى. المهم الخوت غادي نخليكم مع التحليل هذا، وكنتمنىكم تبارطاجيو لينا الفيديو وتدعمونا بلايك. فرجه ممتعه. مساء الخير، ما هي أحاسيسك؟ هل هي خيبة أمل أو فخر بوقع هذه النتيجة؟ أعتقد إجمالا قدمنا مباراة جيدة، لم نسجل الأهداف ورغم كل الفرص التي أتيحت لنا. إذا حصلنا نقطة أردنا أن نحصل بثلاث نقاط لم يحصل هذا الأمر. في نهاية المطاف لم نتحلى بالواقعية في تجسيد الفرص. حصلت الكثير من الأمور التي صبت في صالحكم، الظروف كانت في صالحكم الليلة، ولكن لم تستغلوا الفرصة خاصة بعد إخصاء أشرف حكيمي. صحيح أشرف حكيمي كان يستحق الورقة الحمراء، لو لم يوقف أشرف حكيمي مهاجمنا لكان هدفا محققا في نهاية المطاف. الحكام لم يقفوا إلى جانب أولمبيك دو مارسي، قاموا بعملهم على أحسن ما يرام. هل حصد نقطة هي كافية؟ لا، هذا ليس بالأمر صحيح، كنا نبحث على ثلاثة نقاط. رفيق سأخذ معك الطرد حكيمي، بطبيعة الحال أثر كثيرا على مستوى فريق باريس سان جيرمان، ومن ثم وكأني رفيق أصبحت عقدة مارسيليا أمام باريس سان جيرمان في الفيلدروم تحديدا. لا هي ليست عقدة، يعني كل مباراة الماضية مختلفة على مباراة اليوم، ولكن مباراة اليوم كانت فرصة أمام مارسيليا للفوز بالمباراة. عندما يعني تلعب تقريبا في دقيقة 57 ب10 لاعبين 11 ضد 10، حتى تعامل سان باولي مع التغييرات كانت جيدة، أدخل غير نظام اللعب أصبح يلعب بثلاثة، أدخل يعني مهاجمين اثنين أصبح يلعب ثلاث مهاجمين، بادر للهجوم، صنع فرص، ضيع عدة فرص. كان ممكن اليوم فرصة أمام المارسيليا، لم يستثمر حتى هذا الطرد للفوز. يعني 10 سنوات لم تستطع الفوز على باريس سان جيرمان أمام أنصارك. لا، لأن يعني البي اس جي في 10 سنوات الأخيرة أفضل نوعية كواليتي تاع اللاعبين افضل، ولكن في العشر سنوات مارسيليا فازت الموسم في الماضي في البارك دي برانس، على الفيلدروم، ولكن على الفيلدروم شيء مختلف. يعني مثل ما قلت لك 10 سنوات نوعيه اللاعبين الموجوده في بي اس جي افضل من مارسيليا حتى اليوم. اكيد يعني سيطره كليه يعني لغايه الان لغايه الان نتفق معك حاتم، ولكن بالنسبه للبي اس جي نتكلم ثلاثه، نتكلم على التوازن، ايجاد يعني التوازن ما بين الخطوط. انا بالنسبه لي رايي الشخصي، ممكن يوافقوني الزملاء وممكن لا، عندما تلعب باربعه مهاجمين للامام وربع المهاجمين اقلهم اللي دافع دي ماريا، لاعبين اثنين كي تلعب بلاعبين اثنين في الارتكاز، مستحيل لاعبين اثنين في الارتكاز يدافعوا 90 دقيقه ويغطوا على المهاجمين 90 دقيقة، يجي وقت من الأوقات وين يحدث خلل، عدم توازن في وسط الميدان وتخلي مساحات، خاصة يزيد عندك ظهير يصعد دائما، يلزم لك التغطية، مين اللي يغطي؟ لو لعبت بثلاثة في المحور ممكن لاعبين الواحد المحور اللي يلعب على اليمين ولا على اليسار هو اللي يغطي، وممكن الأفضل لكي تصبح وتبحث على التوازن تلعب بثلاثة في الوسط، عندما تلعب بديماريا ونايمار وميسي العب بثلاثه وسط ميدان، فيراتي جاي هيريرا ولا فيراتي باراديس تبحث عنه، لان وجود فيراتي في وسط الميدان يعطيك توازن، يعطيك تكافؤ، يعطيك خروج الكره بسرعه، يعطيك يعني اخراج الكره تحت الضغط، يسهل لك اخراج الكره بسرعه، يعني يسهل الامور. لكن عندما يكون جاي ولا يكون دانيلو حتى تنقص اللمسه الفنيه،
تبحث أكثر على الجانب البدني، ولهذا نظن عندما تلعب بالأربعة ثلاثة ثلاثة لازم المدرب يقوم بخيارات. الخيارات لازم المدرب هو اللي يخلي العاطفة على جنب وتختار اللاعبين لكي تبحث هذا على هذا الانسجام اللي الكل يبحث عليه في البياجي. ميسي، أين ميسي؟ لم يجد الحلول. Better today with his passing. اليوم كان جيدا في التمريرات، في الوقت الراهن يبدو وأنه لا يريد أن يلعب بطريقة فردية ولم يعد يراوغ كثيرا، ولكن أصبح يمرر الكرة بطريقة جيدة لمبابي، مرر بطريقة جيدة في أكثر من مرة.